مساء الخير، معاكم دكتورة شيماء فؤاد، أخصائي جلدية والتجميل بلايف كلينيك. النهاردة إن شاء الله معانا نسارين، هنعمل جلسة لطيفة جدا وخفيفة وإن شاء الله تجيب نتيجة كويسة جدا معاها. إحنا هنعمل جلسة نضارة بالديرما رولر والميزوثيرابي. الديرما رولر زي ما إحنا شايفين هو جهاز بسيط جدا جدا جدا، عبارة عن أداة فيها سنون، طبعا ده هو مغلف لأنه بيجي كده ولازم يتفتح قدام العيانة لأنه حاجة بيرسونال تستخدم بيها هي لوحدها بس، ممكن نستخدمه اكتر من مره بس طبعا بيتعقم وبيتشال مع كل مره وبيبقى اسمها ليها هي لوحدها بس. الجهاز ده فيه سنون في اوله، السنون دي بيبقى ليها اطوال مختلفه على حسب احنا هنستخدمه في انهي منطقه في الجسم وهنستخدمه بسبب ايه. الاسباب طبعا احنا بنستخدمه علشانها حاجات كتير جدا، منها النضاره لان ريم ما شاء الله بشرتها حلوه، ممكن نستخدمه علاج النضاره، ممكن نستخدمه لعلاج اثار ندبات حب الشباب، ممكن نستخدمه كمان في بدايه من سن العشرينات او الثلاثينات علشان نمنع تكوين الفاين لاينز او الخطوط الرفيعه اللي بتيجي مع تقدم السن. ممكن نستخدمه كمان مع الستريتش ماركس عشان خاطر نعالج بس اثار اللي هي التمدد اللي بتحصل في الجلد نتيجه تغيير الوزن او مع حالات الحمل والولاده.